السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا المحاضرة السابقة عن مقدمة عن الهرمونات وعن تركيبتها من حيث الطبيعة الكيميائية إلها ومن حيث ذوبانيتها في الماء، وتحدثنا عن وجود عدة ميكانيزمات للهرمونات لفعلها. من أول ميكانيزم هي تغيير في البرميابيليتي، وهي تغيير في نفاذية جدار أو الممبرين الخاص بالخلية المستهدفة. يكمن هذا الفعل بمجرد أن يرتبط الهرمون على سطح الريسبتورز الموجودة على الممبرين. واتفقنا سابقا أنه الريسبتورز هذه هي عبارة عن ريسبتورز تعمل أو لها 3 دومين خارجي نسمي extracellular domain، والدومين الموجود مغموس في بروتينات موجود في بروتينات الممبرين الدبل باي لاير، تمام، وفي جزئية موجودة داخل انتراسيلولار ممبرين موجودة داخل الخلية. الآن بمجرد ما يرتبط الهرمون، وإحنا حكينا إنه اللوكال هرمون اللي بيغير من البرميابيليتي هي عبارة عن هرمونات بتغير في تستجيب إلها الخلايا الموجودة في محيط إفراز هذا الهرمون. فمجرد ارتباط الهرمون بالريسبتورز الخاص فيه يبدأ تغيير في الممبرين ريسبتور، ويؤدي هذا التغيير إلى فتح في اللي هو قنوات موجودة في الممبرين لدخول بعض الأيونات زي الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم. من ضمن الأمثلة اللي بتشتغل فيها بهذه الآلية اللي هي هرمونات نيورو ترانسميتر سبستانس، هي عبارة عن النواقل العصبية، وأيضا بعض الهرمونات اللي لها دور في الجهاز العصبي زي الكاتيكولاميز المقصود فيها الأدرينالين والنور أدرينالين التي تفرز من الأدرينال مظلة وتؤثر على معدل دخول وخروج دخول الصوديوم وخروج البوتاسيوم. فبالتالي هذا يؤدي إلى تغير في الممبرين بوتنشيال وفرق الجهد في جدار هذه الخلية المستهدفة، خاصة في السموث مصل في بعض العضلات الملساء. ثاني ميكانيزم أو ثاني آلية لفعل الهرمون هو تنشيط انتراسيلولار إنزيم، وهذا يحدث أنه بارتباط الهرمون بالمستقبل الموجود على سطح الخلية يؤدي ذلك إلى تنشيط إنزيمات هي تعتبر جزء لا يتجزأ من الريسبتور، ولكن هو من ضمن الدومين الداخلي لهذا الريسبتور، وبالتالي بتشتغل اللي هو تنشيط هذا الإنزيم يعتبر هو السكند ماسنجر، هي الرسالة الثانية. الرسالة الأولى اتفقنا أنها ارتباط الهرمون بالريسبتور الخاص فيه، أما الرسالة الثانية هي استجابة الخلية لهذا الارتباط. هنا كان عندنا تنشيط الإنزيمات التي تعتبر من ضمن الانترا سيلولار دومين الخاص بالريسبتور. السكند مسجر تعني هي انه الهرمون ليس هو بحد ذاته اللي عمل الاكشن داخل الخليه بشكل مباشر، وانما حفز اشاره اخرى، بمعنى انه الاشاره الكيميائيه التي نتجت عن ارتباط الهرمون بالريسبتور تم ترجمتها الى بايوكيميكال رياكشن او تفاعل كيميائي موجود داخل الخليه، وهذا ما يسمى بالسكند مسجر. السكند مسجر مهم جدا لأنه بيعمل على تقوية هذه الإشارة اللي وصلت عبر الريسبتور. الشغلة الثانية إنه بيؤدي إلى ترجمة هذه الإشارة إلى تفاعل كيميائي أو إلى إشارة كيميائية يستطيع الخلية الاستجابة لها، تمام؟ الآن هناك ثلاث إشارات أساسية تعتبر من السكند مسنجر سيستم، وهي أول حاجة نيوكليتيد أو سايكليك نيوكليتيد اللي هي السايكليك إم بي والسايكليك جي إم بي. السايكليك إم بي هو سايكليك أدينوزين مونو فوسفيت، وهو مهم جدا ويعتبر من أشهر الميكانيزمات اللي بتتصرف فيها الخلية استجابة لارتباط الهرمون بالريسبتور. الثاني عندنا سايكليك جوانوزين مونو فوسفيت، ولكن أمثلته في الجسم محدودة. الشغلة الثانية عن نانوسيتول ترايفوسفيت والداي أسايجليسيرول. النظام الثالث اللي بيشتغل بالسكند ماسنجر هو الكالسيوم، وهذا يحدث في الكونتراكشن للمصل وانقباض العضلات، بيأثر على الأكشن بوتنشال اللي هو على فرق الجهد في الممبرين، وأيضا يؤثر على أن وجود الكالسيوم بيعمل على إخراج النيورو ترانزميترز من الحويصلات بتخزن فيها، خاصة اللي هو الأسيتايل
النيورو ترانسميتر اللي هو الاسيتايل كولين، عندنا نمو العظام بالاضافه الى تنظيم معدل الكالسيوم في الاكسترا سيلولار افرويد اللي هو السوائل الخلويه. هناك العديد من الهرمونات اللي بتعمل او تتحكم في نشاطها اللي هو عن طريق تنشيط السايكليك ام بي، زي الادينو كورتيكوتروبين هرمون او الاي سي تي اتش، ثايرويد ستيمولاتينج هرمون التي اس اتش، ليوتينايزينج هرمون ال اتش، فوليكول ستيمولاتينج هرمون اف اس اتش، فازوبريسين او الادرينو الانتيديوريتيك هرمون، بارا ثايرويد هرمون، وجلوكاجون، كاتيكولامين، والسكرتين، بالإضافة إلى غالبية الهايبوثالاميك ريليزينج رياكش سوري ريليزينج هرمون اللي هو الـ HRH هايبوثالاميك ريليزينج هرمون. الآن بالنسبة للكالسيوم، نشوف الكالسيوم والكال موديولين كسكند مسجر كيف بيتصرف أو كيف بيحدث عملية تنشيط للشعلاء والكالسيوم آلية من آليات ارتباط الهرمون بالريسبتورز. بنشوف السكند مسنجر يحدث كالتالي. الآن بمجرد ما يحدث ارتباط للهرمون بالإكسترا سيلولر دومين الخاص بالريسبتورز الموجودة على سطح السلمبرين الخلايا المستهدفة، بيحدث الآن عملية فتح بوابة الكالسيوم ودخول الكالسيوم إلى داخل الخلية. الكالسيوم الآن بمجرد ما يدخل داخل الخلية حيرتبط مع بروتين خاص هو الكالموديولين، تمام؟ هذا الارتباط يؤدي إلى بيولوجيكال أكشن، إلى تفاعلات وإلى تفاعلات بيولوجية داخل الجسم. هذا يحدث بواسطة تنشيط بروتين كاينيز بمجرد ما يحدث له إضافة لمجموعة فوسفات إلى البروتينات، بيحدث النشاط الحيوي. إذن وجود الكالسيوم مرتبط بالكالموديولين، هذا الارتباط هو حفز بروتين كاينيزز اللي هو عبارة عن إنزيمات، هذه الإنزيمات بتعمل على تنشيط بروتينات أخرى عن طريق إضافة فوسفات جروب. طب ما هو الفعل الذي نتج بفعل تنشيط البروتين كاينيزز؟ يقول لك اللي هو انقباض للعضلات الملساء، إفراز لبعض السكريشنز من الخلايا المفرزة، بالإضافة إلى تغير في حركة الخلايا change ciliary action، تغير في حركة الخلايا. نيجي نحن نتحدث عن اللي هو عن الفوسفاتيدايل إنسيتول سيستم اللي هو يعتبر كسكند مسنجر أيضا. نحكي عن الميمبرين فوسفوليبيد، كيف إنه لما يحدث له تكسير للفوسفوليبيد الموجود في الميمبرين ينشأ اللي هو إشارة بيولوجيكال سيجنال تستفيد منها الخلية في ترجمة الفيرست سيجنال اللي هي ارتباط الهرمون بالريسبتور. وهذا يحدث إنه بمجرد ما يرتبط الريسبتور يرتبط الهرمون عفوا بالريسبتورز الموجودة على سطح الخلية، بيحدث عملية تنشيط لا جي بروتين، وهو الجي بروتين اتفقنا انه موجود في الدومين الداخل الخلية. اذا في عندي انا اكسترا سيلولار دومين، في عندنا ترانس ميمبرين دومين وانترا سيلولار دومين. الان بمجرد ارتباط الهرمون بالريسبتورز الخاص فيه يحدث تنشيط للجي بروتين. تنشيط الجي بروتين بيعمل عملية اكتيفيشن للفوسفولايبيز سي. فوسفولايبيز سي هو عبارة عن انزيم، هذا الانزيم بيعمل على تنشيط اللي هو داي اسايل جليسرول، ويؤدي ذلك الى تنشيط الداي اسايل جليسرول يؤدي ذلك الى انه يساعد على تحرير الكالسيوم من الاندوبلازميك ريتيكولوم. تمام. اذا ارتباط الهرمون بالريسبتور نشط عندنا جي بروتين، جي بروتين عمل على تحفيز أو تنشيط الفوسفولايبيز سي كإنزيم، هذا الإنزيم نشط اللي هو الداي أسايل إجليسرول، وأيضا نشط الإنستول تراي فوسفيت. الإنستول تراي فوسفيت إيش عمل؟ عمل تحرير للكالسيوم من إندوبلازميك ريتيكولا، من الشبكة الإندوبلازمية، تمام؟ أما الداي أسايل إجليسرول عمل على تفاعلات بايوكيميكال داخل الخلية، وهي تحكم في معدل الكالسيوم. إذن الانستول ترايفوسفيت والسايكليك ام بي لما بتنشطوا بيزودوا من معدل الكالسيوم الموجود أو الكالسيوم اللي موجود داخل الخلية، فبيزودوا من عملية تحريره. وتحرير الكالسيوم له فعل وأكشن زي ما ذكرنا سابقا. الآن الميكانيزم الثالثة اللي هو
تنشيط لبعض الجينات. وعرفنا انه اذا الهرمون حينشط الجين لابد من وجود الريسبتورز موجود داخل الخليه، فاذا الريسبتورز في هذه الحاله بتكون لوكيتد انترا سيلولار موجوده داخل الخليه، وهذا يحدث بفعل الاستيرويدز هرمون اللي هي الفات سوليوبل هرمون، بترتبط مع الريسبتورز الخاصه فيها وهي الريسبتورز موجوده في السيتوبلازم. عندنا الثيرويد هرمون، والثيرويد هرمون زي تي 4 وتي 3 الريسبتورز تبعتها موجوده داخل النواه، داخل النواه. اذا الهرمون لازم عشان يبدا فعل لازم انه يرتبط بالريسبتورز الخاصه فيه، هذه الريسبتورز موجوده على تارجت سيل معينه، الريسبتورز اما انها تكون سيل ميمبرين موجوده على سطح الخليه تمام، موجوده جزء سيرفيس وموجود انسايد جزء داخلي، او انها تكون داخلي انسايد زي موجوده في السيتوبلازم والنيوكليوس. الان الفعل حيحدث بارتباط الهرمون بالريسبتورز الخاص فيه ايا كان، سواء كان الريسبتور على سطح الخليه او داخل الخليه، سواء كان في السيتوبلازم او النواه، حيحدث انتر اكشن ما بين الهرمون والريسبتور فبيكون هرمون ريسبتور كومبلكس. الان الاستجابه حتحدث بناء على نوع الريسبتورز الموجود داخل الخلية أو خارجها ونوع الهرمون اللي وصل للخلية، فبيحدث الآن إما إنه يحدث جينيتك ماشينري اللي هو تنشيط جينات ويحدث لها اكسبريشن لهذه الجينات بحيث انها تزود من معدل انتاج الاكسبريشن وانتاج البروتينات، ممكن تكون بالسكند ماسنجر اللي هو السايكليك ام بي والكالسيوم وارتباطه بالكالموديولين وتنشيط الفوسفولايبيز سي اللي بيعمل على تنشيط الداي اسايجليسيرول والانيسيتول ترايفوسفيت، او دايركت اكشن زي انه يغير من الايونات التبادل الايونات في الممبرين فبنسميها ايون شينج لينكد ريسبتورز. مجرد الريسبتورز ما يرتبط اللي هي السيل ميمبرين، مجرد ما يرتبط الهرمون بالريسبتورز الموجوده على سطح الخليه بيحفز عمليه فتح بوابات اللي هو تبادل الايونات، ودايركت اكشن بفعل الجي بروتين بنشط انزيمات اخرى، انزيم لينكد ريسبتور لو كان الدومين الداخلي عباره عن انزيم حيتنشط مباشره، وبالتالي ان احنا بيحدث تنشيط للمنظومه بشكل تام، وبتستجيب في هاي الحاله الخليه لارتباط اللي هي السيجنال الاساسيه ارتباط الهرمون بالريسبتور. تمام، اذا عندنا انا في الدايركت اكشن عندنا اربعه، ايون اكتشينج، جي بروتين اكتيفيشن، وانزيم لينكد ريسبتور بالاضافه الى اكتيفيشن للي هو اللي هو الجينات. الان اما بالسنجل ماسنجر تنشيط السايكليك ام بي، كالسيوم كالموديولين، فوسفولايبيز سي. نبدا الان بعض الامثله على الدايركت اكشن. الدايركت اكشن اللي هو الترانسميتر سبستانس، هي المواد اللي هو زي النواقل العصبيه ترتبط ما هي بالريسبتورز الخاصه فيها، والريسبتورز هو عباره عن ريسبتور بروتين ترتبط معها، هذا الارتباط حيحفز وينشط الجي بروتين. كيف بتنشط الجي بروتين؟ بتنشط الجي بروتين انه بينفصل عنه الجاما والبيتا سب يونت اللي مخلين الالفا سب يونت اللي بتكون منها جي بروتين ان اكتف. مجرد ازاله الجاما والبيتا سب يونت تتحول الالفا سب يونت الى اكتف. الان هذا النشاط بيعمل على فتح بوابات، بيعمل اللي هو اوبيلا شانل، وبالتالي اللي هي المقصود فيها هنا البوتاسيوم شانل، فبالتالي تستطيع البوتاسيوم تخرج من الخليه. تمام، الان التنشيط لهذه اليونت بيزود من معدل تنشيط انزيمات موجوده داخل الخليه، وهذا بيؤدي الى تفاعل سبيسيفيك سيلولار كيميكال اكتيفيتي، وايضا ممكن الجي بروتين بيعمل تنشيط لجين ترانسكريبشن، وهذا الجين بيزود من انتاج الماسنجر ار ان اي في النهايه حيعطينا بروتين جديد، وقد يكون هذا البروتين هو الانزيم بعينه. تمام، ايضا الجي بروتين لما بتنشط ممكن ينشط لنا انزيمات مباشره، وهذا الانزيم اللي هو عباره عن انه يتحول الجي بروتين الى سايكليك اي ام بي اذا ارتبط مع الاي تي بي، وممكن في امثله بسيطه اللي هو السايكليك جي ام بي، وبتبدا بعد هيك الخليه تستجيب بناء على نوع الاشاره او بناء على الفعل الخاص بهذه الخليه. الآن لو نتكلم إنه كيف الخلية لو ارتبط الهرمون بالريسبتور كيف الخلية بتفتح البوابات الأيون شانل. والآن لو إحنا حكينا عندي أنا هنا هاي الخلية
خلية كلوزد، هاي البوابة بوابة مرور الأيونات مغلقة، لا يحدث لها أوبن إلا إذا ارتبط الهرمون أو اللوكال هرمون أو الترانزميتور على الريسبتور، فبنسميها أيون شانل لينكد ريسبتور. إيش مقصود فيها؟ مقصود إنه هاي البوابة ما بتفتح إلا إذا ارتبط الهرمون على هذا الريسبتور، فبالتالي حتفتح البوابة، وهذا يحدث لما الأسيتايل كولين يرتبط بالريسبتورز الخاصة فيها، حتفتح بوابة اللي هو البوابة دخول الصوديوم إلى داخل الخلية، لكن في غياب الأسيتايل كولين تبقى هذه البوابة مغلقة. الجي بروتين اكتيفيشن، الآن أنا عندي هذا الريسبتور زي ما اتفقنا إنه الريسبتور فيه له دومين خارجي، دومين انتراسيلولر دومين، وفي عندنا ترانس ميمبرين دومين، يعني في عندي ثلاث أجزاء لهذا الريسبتور، جزء خارج الخلية، جزء من الريسبتور موجود مغموس في بروتينات والفوسفو باي لاير ميمبرين، وجزء داخلي. الآن بمجرد الهرمون يرتبط بيبدأ الآن تنشيط أو حدوث البيولوجيكال أكشن. الآن ارتبط الهرمون بالريسبتور، حيبدأ الآن الجي بروتين يتنشط. تنشيط الآن الجي بروتين في حالة الانأكتيف بيكون مرتبط معه اللي هو جونوزين الداي فوسفيت. بمجرد ما يرتبط الهرمون بالريسبتور بيصير اللي هو الجي بروتين نشط، انه بيصير مرتبط فيه اللي هو يتحول الى بضاف له مجموعه فوسفات، بس يتحول لجوانوزين داي فوسفات الى جوانوزين تراي فوسفات. فعمليه اضافه مجموعه الفوسفات للجي بروتين حدثت لها تنشيط وعمل على فصل الجاما بيبتا الجاما سبيونت والبيتا سبيونت عن الالفا سبيونت، وبالتالي الالفا سبيونت هي اللي حتكون اكتف وحتبدا الان تنشيط انزيمات اخرى. فالان الالفا سبيونت اللي ارتبطت بجوانوزين ترايفوسفيت الان هدفها الان تنشيط انزيمات اخرى، تنشيط انزيمات اخرى موجوده داخل الخليه، وبيبدا بعد هيك الاكشن. ممكن تارجت بروتين، المقصود في البروتين هو عباره عن الانزيم. نيجي لمثال اخر اللي هو كيف انه بيحدث تنشيط لانتراسيلولر انزيم، وهذا يحدث بالليبتين ريسبتور. الليبتين ريسبتور هو عبارة عن ريسبتور بيتنشط إذا ارتبط فيه هرمون يسمى هرمون الليبتين، وإن شاء الله مستقبلا حناخد هذا الهرمون والأكشن تبعه وآلية إفرازه. الآن هاي الريسبتور ترتبط بالليبتين، مجرد ارتباطها بالليبتين بيحدث عملية تنشيط للجاك 2. الجاك 2 تتنشط إذا أضيفت إلى مجموعة فوسفيت، تمام؟ بيحدث تنشيط للجاك 2 وبيعمل تنشيط لإنزيمات أخرى، وبيبدأ الآن الفيسيولوجيكال أكشن أو الفيسيولوجيكال إفكت. هذا أول جزئية من ارتباط من تنشيط الخلية بناء على ارتباط الليبتين بالريسبتور. في آلية تانية بيشتغل فيها إنه مجرد ما يرتبط الليبتين بالريسبتورز الخاصة فيه بيحدث عملية تنشيط للستات 3، وهذا الستات 3 بيرتبط بمجموعة فوسفات، بيحدث له ارتباط ستات 3 بستات 3 تاني، بيحدث دايمرايزيشن لهذا البروتين بعد ما يتنشط، وبالتالي بيدخل على مستقبلات موجودة له داخل النواة، ويرتبط زي ما حكينا مع الريجولاتوري إليمنت، وبالتالي الستات 3 بعد ما تنشط وتحول إلى دايمر حيرتبط بالريجولاتوري إليمنت اللي موجود في الجين المعني داخل الدي ان اي، وبيبدا الان عمليه تنشيط هذا الجين، وبتبدا استجابه الخليه لارتباط الليبتين بالريسبتورز الخاصه فيها. اذا هنا عندنا اليتين، اليه مباشره بتنشيط انزيم بعد ما يتنشط الجاك 2 بنشط انزيم، والانزيم هو اللي بيشتغل فيسيولوجيكال افكت، وعندنا اليه الثانيه انه عملية إنتاج بروتين جديدة بتنشيط الستات 3، وفي النهاية بيخرج الدي ان اي على الجين على هيئة دي ان من النواة على هيئة مسنجر ار ان اي، وبترجم على هيئة بروتين، وقد يكون هذا البروتين هو الإنزيم المطلوب تنشيطه. في عنا إنزيم لينكد ريسبتور اللي هو زي الأنسولين ريسبتور. الآن الأنسولين ريسبتور موجودة على سطح الخلايا، هاي الريسبتور هي من نوع تيروزين كاينيز ريسبتور، بمعنى انه الدومين الداخلي تبع هذه الريسبتور هو عباره عن انزيم، بمجرد ما يرتبط الانزيم مع
مع الريسبتورز الخاص فيه يحدث تنشيط للتيروسين كاينيز، وهو عبارة عن انزيم تنشط بإضافة مجموعة فوسفات له. إلى أن إيش حيحدث بعد تنشيط التيروسين كاينيز؟ حيحدث اللي هو فوسفوريليشن لإنزيمات أخرى. طيب عملية الفوسفوريليشن إيش عملت؟ عملت زودت من معدل دخول الجلوكوز إلى داخل الخلية عن طريق إنها زودت من معدل نواقل الجلوكوز، فزاد جلوكوز ترانسبورت هذا البروتين اللي انتج حيطلع هنا ويفتح بوابة ويساعد في دخول الجلوكوز إلى داخل الخلية. هي واحد. اثنين، زود من معدل تكوين البروتينات، أيضا زود من معدل تكوين الدهون، وزود من معدل استهلاك الجلوكوز، تمام، بالإضافة إلى عمل عملية اللي هو growth لزيادة في النمو اللي هو gene expression، تمام. كل هاي العملية بفعل ارتباط الأنسولين بالريسبتورز الخاصة فيه نتج عنها تنشيط التيروسين كاينيز ونتجت عنها هذه الأكشن، وإن شاء الله حناخدها بتفاصيلها مستقبلا. اكتيفيشن للجين زي إذا ارتبط الاستيرويد والثيرويد هرمون بالريسبتورز الخاصة فيها يحدث التالي. لو تكلمنا عن الليبوفيليك هرمونز اللي هي الاستيرويد تنتقل دون وجود تنتقل لازم يكون في نواقل بروتينات تنقلها إلى مجرى الدم، وبعد هيك حتدخل عن طريق السيمبل ديفيوجن، وهذا يحدث الديفيوجن بسبب طبيعة الميمبرين الخاص بالخلية أنه هو يتجانس مع طبيعة هذا الهرمون فبيدخل مباشرة. هذا الهرمون بمجرد ما يدخل إلى داخل الخلية يرتبط بسيتوبلازميك ريسبتور. الآن السيتوبلازميك ريسبتور لما ارتبطت بالهرمون كونت كومبلكس وساعدت على دخوله إلى إيش؟ إلى داخل النواة. الآن هي آلية. الآلية الثانية ممكن الليبوفيليك هرمون يدخل مباشر السيتوبلازم دون أن يرتبط بريسبتور ويدخل إلى النواة ويرتبط بريسبتورز خاصة في النواة. إذا في عندي نوعين، إما ريسبتورز هذا الهرمون موجودة في السيتوبلازم وهذا الهرمون بيرتبط بهذا الريسبتور تنقله للنواة، أو الهرمون بيدخل مباشرة إلى النواة ويرتبط بريسبتورز تبعته، تمام؟ الآن أيا كان، سواء كان سيتوبلازميك ريسبتور والهرمون دخلوا مع بعض أو دخل الهرمون مباشرة وارتبط بالريسبتور تبعه الموجود في النواة، إلا أنه هذا حيعمل على عملية إكسبريشن للجين، عملية زيادة الريبليكيشن لجين معين وتحويله إلى مسنجر RNA ويخرج من النواة على هيئة مسنجر RNA، بروح للريبوزوم بتحول إلى بروتين وبيبدأ الآن اللي هو هذا البروتين يقوم بدوره في الخلية. الآن الانتراسوليولار هرمون ريسبتورز هي حكينا عنها الاستيرويد واللي هو والهرمونات الغدة الدرقية بتشتغل بانتراسوليولار ريسبتورز إلها داخل الخلايا، تمام. الاستيرويد إلها ريسبتورز في السيتوبلاز بينما الثيروكسين ريسبتورز تبعتها موجودة داخل النواة، تمام. سواء كان اللي هو استيرويد أو ثيروكسين بيعملوا تنشيط لجين. إذا الاستيرويد هرمون وهرمونات الغدة الدرقية ترتبط بمستقبلات موجودة في الخلية. الاستيرويد موجودة مستقبلاتها في السيتوبلاز بينما هرمونات الغدة الدرقية ريسبتورز تبعتها موجودة في النواة. الاثنين بيشتغلوا على زيادة إكسبريشن لجين معين وزيادة تحويله إلى مسنجر RNA. بيحدث لهذا المسنجر RNA ترانزليشن، يعني الدي ان اي بتحول لمسنجر ار ان اي عبر ترانسكريبشن ويغادر المسنجر ار ان اي النواة الى الريبوزوم ويتحول الى بروتين. اذا فعل استيرويد هرمون والثيروكسين هرمون انها بتزود من معدل تكوين البروتينات. الان لو تحدثنا بشكل مخصص اكثر عن هرمونات الغده الدرقيه، لو حكينا عن هرمون التي 4، هرمون التي 4 بيرتبط ببروتين كارير، هذا البروتين كارير بيساعد على نقله وتحركه إلى في مجرى الدم. الآن الكارير بروتين لا يدخل إلى داخل الخلية المستهدفة، يبقى بخارجها، ولكن اللي بيدخل هو مين؟ هرمون التي 4. هرمون التي 4 بيدخل داخل الخلية ويفقد ذرة يود وتتحول إلى تي 3. إذن هو هنا تترو أيودو ثيرونين، تترا أيودو ثيرونين يعني بيحتوي على 4 ذرات يود، بيتحول إلى تي 3 عن طريق أنه بيفقد مجموعة يود وبيرتبط بالبايندينج بروتين تبعه. ليش لازم يفقد ذرة يود؟ لأنه المستقبل الموجود إله، أو عفوا المستقبل الموجود إله هو بروتين يرتبط مع التي 3، فلازم يفقد ذرة يود. ارتبط التي 3 بالبروتين
البايندنج بروتين، وبالان ساعد على نقله الى مين؟ الى النواه. فدخل التي 3 لداخل النواه وبقي البايندنج بروتين للخارج. الان التي 3 ارتبط مع الريجولاتوري اليمنت اللي حكينا عنها سابقا، وهذا الارتباط حفز اللي هو حفز ريسبتورز بروتين موجوده على الجين المعني، فحدث عمليه تحويل ترانسكريبشن لهذا الجين دي ان اي، زود من معدل انتاجه للمسنجر ار ان اي، بترانسكريبشن خرج المسنجر ار ان اي للريبوزوم وتحول الى وترجم الى بروتين، وبالتالي هذا هو وحدثت بعد هيك الاستجابه الى هذا الهرمون. اذا السكند مسنجر حكينا عنها هنا، عندنا سايكليك ام بي في بعض الاحيان سايكليك جي ام بي كالموديولين وارتباط الكالسيوم فيه، واللي هو ميمبرين فوسفوليبيد بريك داون وعمليه تنشيط الفوسفولايبيز كسكند ماسنجر وتكوين الداي اسايكليسيرول واللي هو الاي بي 3. وهذه كمان آلية بتوضح أكثر للسايكليك ام بي، إن ارتبط الهرمون بالريسبتورز نشط الجي بروتين كما حكينا سابقا. الجي بروتين عمل على تنشيط الأدينايل سايكليز عمل على تنشط الأدينايل سايكليز وارتبط بـ ATP تحول إلى سايكليك ام بي، فإذا تحول من صورة الإنأكتيف إلى الصورة الأكتيف بفعل اللي هو بروتين كاينيزز. الآن بين الأدينايل سايكليز لما كون او نشط السايكليك ام بي، السايكليك ام بي ايش عمل؟ عمل على تنشيط انزيمات تسمى بروتين كاينيزز. هاي الانزيمات او هاي البروتينات ما بتتنشط الا في وجود السايكليك ام بي اللي يكون بصوره نشطه. مين نشط السايكليك ام بي؟ اللي هو الادينايليت سايكليز، تمام؟ هو ارتبط بالاي تي بي وتحول الى سايكليك ام بي. السايكليك ام بي نشط بروتينات اخرى، بروتينات كاينيزز المقصود فيها انزيمات بتتنشط في وجود اي تي بي، تمام؟ فهذا البروتين كاينيز ايش عمل؟ هذا الانزيم نشط بروتينات اخرى، اضاف لها مجموعه فوسفات، فبروتين زائد اي تي بي بفعل بروتين كاينيز النشط، اعطاني بروتين نشط صار له فوسفوريليشن زائد اي دي بي. بيبدا الان اللي هو الاستجابه للسيجنال الاساسيه اللي هي ارتباط الهرمون. وهذا كمان ايضا صوره اخرى توضح اللي هو فعل. الان كان الان الجي بروتين لما تنشط نشط الادينايليت سايكليز، ادينايليت سايكليز تحول الى سايكليك ام بي بعد اضافه اي تي بي له. الان السايكليك ام بي نشط بروتين كاينيز اللي كان موجود بصوره ان اكتيف، حوله الى صوره نشطه. بروتين كاينيز عمل عمليه فوسفوريليشن لبروتينات. الان بدنا ناكد انه ممكن عمليه الفوسفوريليشن هذه تكون نشط بروتينات وتثبط بروتينات اخرى، تمام؟ اذا في بروتينات بتتنشط اذا انا ضفت لها مجموعه فوسفات، وتثبط اذا انا زعت منها مجموعه الفوسفات. لكن في بروتينات بتكون نشطه في غياب مجموعه الفوسفات، وبتحدث لها تثبيط اذا انا عملت لها ازاله لمجموعه الفوسفات. اذا هذا راجع الى طبيعه البروتينات المطلوب منها انها تتنشط. نحكي كمان عن الممبرين فوسفوليبيد اللي هو عن طريق الفوسفولايبيز سي كسكند ماسنجر. الان ارتباط الهرمون اللي هو البيبتايد هرمون بريسبتورز تبعته بنشط الجي بروتين اللي بيعمل على تحفيز الفوسفولايبيز سي. الفوسفولايبيز سي بيعمل عمليه تكسير للفوسفوليبيد الموجوده في الممبرين، وبيكون اللي هو انيسيتول ترايفوسفيد زائد الدايل اسايل جليسيرول. الان ايش بيعمله؟ الان الاي بي 3 بيساعد على تحفيز اطلاق الكالسيوم من الاندوبلازميك روتيكولوم، اذا بيزود من معدل الانتراسيلولار كالسيوم، تمام؟ اما الداي اسايجليسيرول بيعمل على تحويل اللي هو بروتين كاينيز سي من ان اكتيف الى اكتيف. طبعا ايش بيعمل البروتين كاينيز سي؟ بيعمل على تنشيط بروتينات اخرى، او بيعمل على تثبيط، اما تنشيط او تثبيط، لكن هو فعله الاساسي اضافه مجموعه فوسفات للبروتين. هذا البروتين سواء اتنشط او ما اتنشطش باضافه مجموعه الفوسفات، حيبدا الان الفعل، يعني ممكن يكون نشط وانا ثبطته، ممكن يكون ان اكتف ونشطته باضافه مجموعه الفوسفات بسبب تنشيط البروتين كاينيز سي. الان بيبدا الريسبونس لهذه الخليه، وهذا الكلام هو هنا موضح بصوره اكثر. الان الكالموديولين هو عباره عن هرمون ريسبتور كومبلكس، هو مسؤول عن فتح يعني الان الكالموديولين ما بيتنشط الا اذا صار في ارتباط
لهرمون على ريسبتورز وفتحت بوابات الكالسيوم، دخل الكالسيوم لداخل الخليه وارتبط مع الكالمودولين. كالمودولين له القدره انه يرتبط مع 4 ايونات من الكالسيوم، وبيعمل على تنشيط. بعد ما يرتبط الكالمودولين بالكالسيوم بنشط بروتين كاينيزز. البروتين كاينيزز هذه اما ان وظيفتها اضافه مجموعه فوسفات لبروتينات اخرى، زي ما حكينا سابقا اضافه مجموعه الفوسفات قد تكون عمليه تنشيط او عمليه تثبيط لبعض الانزيمات. هذا راجع الى نوع الانزيم المطلوب منه انه يتنشط او يثبط حسب فعل الخليه. فممكن يكون العمليه بتكمن في تنشيط الميوزين كاينيز. الميوسين كاينيز هو عبارة عن إنزيم بيعمل على إضافة مجموعة فوسفات، ويؤدي ذلك إلى انقباض، بيضيف مجموعة فوسفات لبروتينات أخرى، وبالتالي بيؤدي إلى انقباض اللي هو العضلات الملسة. نتوقف عند هاي النقطة ونكمل إن شاء الله المحاضرة القادمة.